ارحب بضيفي وضيفكم السيد احمد قدان نائب رئيس حركه البناء الوطني في الجزائر. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك وبضيوفك ومشاهديك. اعتقد اننا يعني استقبلنا حضرتك ضيفا في انتخابات الرئاسه السابقه. نعم. ما الذي تغير منذ انتخابات الرئاسه حتى اليوم في الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وتحية لكل مشاهدي قناتكم الكريمة، وتحية لك بالخصوص على استمرارك في رفع مستوى النقاش والتفكير ومتابعة هموم الأمة. الحقيقة في الجزائر هذه الانتخابات إنما هي جزء من مسار، ولذلك لم يتغير في الجزائر أشياء كثيرة، وإنما عدم التغير هو في حد ذاته تأكيد على أن ما بعد الحراك الأصيل وسقوط العصابة بدأت الانتخابات الرئاسية، وبالتأكيد نحن في تحول ديمقراطي لا ننتظر التغيير بالطفرة. المكونات السياسية للطبقة السياسية، مكونات المجتمع المدني تتحسن ولكنها لم تتغير جذريا. وبعد الانتخابات الرئاسية جاء التعديل الدستوري، وطبعا تحت توجس الشعب وتجاذب كبير بين قوى رأت أن الدستور لا يخدم الديمقراطية، وقوى رأت أن الدستور يكمل مسار استمرار الدولة واستقرارها. جاءت الانتخابات التشريعية الآن كجزئية في هذا المسار الذي هو استكمال بناء مؤسسات شرعية مبنية على حكم الصندوق والعودة إلى الشعب. الظرف الذي جاءت فيه هذه الانتخابات ظرف أزمة اقتصادية كبيرة، ظرف أزمة وبائية صحية كبيرة، ظرف أزمات إقليمية صعبة، وشهد مقاطعة كاملة من طرف التيار اللائكي والعلماني أو الطبقة السياسية العلمانية اللائكية والمتدثرة أيضا بالبعد الإثني الأمازيغي الذي رفض أصلا مسار العودة إلى الانتخابات، وطالب بأن يكون هنالك لجنة لتدير البلاد تعين، لا ندري كيف، لم يطرح كيفية طريقة تعيينها، وعلى أساس أن تنشأ مؤسسة تشريعية أيضا بالتعيين وليس بالانتخاب، ونستمر في مرحلة انتقالية 4 سنوات. وطبعا هذا الأغلبية الطبقة السياسية رفضت هذا المسار وأكملت مسار الحل الدستوري الذي بقي فيه جزء آخر، وهو الانتخابات المحلية من انتخابات البلديات والمجالس المحلية، كانت هي النقطة الحرجة أو النقطة السوداء في هذه الانتخابات، لأن المجالس المحلية تشكل 1541 بلدية عبر الجزائر كلها، هذه كلها منتخبة في زمن العصابة، وبالتالي أشكال تأثيرها على أي عملية انتخابية لا يصب في التجديد بقدر ما يصب في تكريس أنماط قديمة بشكل بقصد أو بدون قصد، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولذلك أثرت نسبيا على نتائج الانتخابات. أنا أعتقد أن الجديد أن الجزائر لم يعد فيها صراع بين التيار الوطني والإسلامي، بل أصبح فيه تحالف بين التيار الوطني والإسلامي. الجديد أيضا أنه وصل إلى مؤسسة البرلمان الآن أحزاب التيار الوطني ومتقدمة، وأحزاب التيار الإسلامي أيضا، والتيار الوطني خطابه مشحون بالمفردات الإسلامية، والتيار الإسلامي خطابه مشحون بالمفردات الوطنية، وهذا أنا في اعتقادي يؤمن استمرار توجه الجزائر النوفمبري، استمرار توجه الجزائر في الاتجاه الإسلامي العربي، اتجاه الأمة الإسلامية العربية،
استمرار الجزائر في دعم قضايا حرية الشعوب، استمرار الجزائر في دعم فلسطين أيضا، وهذا أنا أعتقد أنه شيء من المكاسب للشعب الجزائري. جميل جدا. أنت تقول أن التيار الإسلامي بدأ يعني منسجما مع الفكرة الوطنية القومية، والقوميين بدأوا منسجمين مع الفكرة الإسلامية، وهناك تناغم. قد يراه البعض، وصلح لي إن شئت، أنه والله ده هو تقارب مع النخبة الحاكمة أي المؤسسة العسكرية. هل هذا صحيح في مطلقه ولا صحيح جزئيا؟ وضح لي وللناس من فضلك. صحيح. بعد الحراك نعتقد بأن مؤسسة الجيش الجزائري طهرت نفسها من كثير من الضباط الذين أساءوا التصرف وأعانوا العصابة، وكنا نسميهم ضباط فرنسا، وأكبر القادة، قادة المخابرات الجزائرية السابقين اليوم موجودين في السجن، وبالتالي حدث تلاحم رفع شعاره الحراك وهو جيش شعب خاوة خاوة، وأقيم في الجزائر يوم للتلاحم الوطني بين مؤسسة الجيش والشعب، ونعتبر أن هذا التطهير للجيش من لصفوفه من هؤلاء الضباط الذين ربما أرادوا التآمر أو تآمروا فعلا على الإرادة الشعبية وغطوا الفساد الاقتصادي، هذا نوع من الفرصة التي حدثت في الجزائر لترقيع أو تجسير العلاقة بين المؤسسة العسكرية والطبقة السياسية حول برنامج مشترك لحماية الجزائر من التطبيع مثلا، اتفاق بين الجيش وبين الطبقة السياسية كلها وبين الرئاسة والحكومة على رفض التطبيع و ضرورة تقوية الجبهة الداخلية لمقاومة التطبيع الذي كسر إرادة أشقائنا في المغرب وأدخلهم التطبيع، يضغط على موريتانيا بشدة، كادت أن تونس أن تقع في التطبيع لولا لطف الله سبحانه وتعالى، حدث إرباك في مالي ويريدون أن يجعلوا مالي مثل أفغانستان، يؤفغنوا مالي من أجل صناعة توتر بالقرب من الجزائر، فرنسا اليوم تضغط بضغط شديد على الجزائر، وطبعا هذا أحد المعالم، عندما تكره فرنسا شيئا فهو الصواب في القيم الوطنية بالنسبة للجزائريين. اليوم فرنسا أنتم مطمئنون، اسمح لي، نعم. آسف والله لازم أقف هنا. أنتم مطمئنون إلى العلاقة مع المؤسسة العسكرية الآن؟ هناك حالة اطمئنان؟ طبعا نحن مطمئنون للعلاقة الدستورية وليس للعلاقة الشخصية أو العاطفية. التحولات التي حدثت في الوطن العربي دائما تجعل الجيوش تنقلب على الإرادات السياسية، وأعتقد أن الاختراقات التي حدثت في الجيوش سواء في الجيش المصري أو في الجيش السوداني أو في الجيش العراقي أو في غيره من القوى العسكرية أحدثت انقلاب على المؤسسات السياسية في الجزائر. ما زلنا ندفع نحو حماية الجيش من هذا الاختراق، وندفع إلى حماية الطبقة السياسية أيضا من هذا الاختراق. إذا نجحنا في هذا يمكن أن نقول نحن مطمئنون نسبيا، لكن هذا يخضع لقانون، يخضع للدستور، لعدل المؤسسة العسكرية أن تلتزم دائما بالقانون وتلتزم بوظيفتها الدستورية، وعلى السياسيين أن لا يلجأوا إلى العسكر، لأننا رأينا بعض السياسيين في السابق لجأوا إلى العسكر من أجل تثبيت وجودهم وبكوا على ابتعاد الجيش عن الوظائف السياسية، واليوم الجندي الجزائري ينتخب خارج الثكنة كمواطن جزائري، مهما كان انتخابه لا نستطيع أن نحتج عليه لأنه ينتخب في صندوق مدني، وانتهى من الجزائر الانتخاب داخل الثكنات، ونعتبر أن هذا تطور. نحن واقعيون في العالم الثالث، في العالم العربي الانتقال الديمقراطي لا بد أن يمر بمراحل وبتدرج، ولا بد أن تنشأ ثقافة الدولة وثقافة الديمقراطية بالتدرج، ولذلك نقول ينبغي أن نحمي مكاسبنا الوطنية في ظل هذا الانتقال، ولا ينبغي أن نتخيل أن الانتقال يأتي طفرة، وإذا أردنا أن نصنعه بالضغط أو بالإكراه أو بالعنف قد ندمر بعض المكاسب الوطنية. نحن نقول في حركة البناء الوطني
من أجل فلسطين ينبغي أن نتحمل، من أجل وحدة الجزائر ووحدة شعبها ينبغي أن نتحمل، من أجل ترسيخ جزئي للديمقراطية خدمة للأجيال القادمة ينبغي أن نتحمل. فمكاسبنا أفضل من خسائرنا، وبالتالي نحن ارتمينا في حضن الشعب الجزائري وحاولنا أن ننقل هذه الثقافة، ثقافة الوئام الوطني الإسلامي، ثقافة التلاحم بين مؤسسات الدولة كلها وشعبها، ثقافة الرفض للإكراهات، ثقافة الرفض للتطبيع، ثقافة أن تنصر الجزائر الرسمية والشعبية فلسطين. حاولنا أن نرمي بهذا كله داخل الحاضنة الشعبية، ونعتقد أننا ننجح، لأن الملاعب اليوم في الجزائر تهتف بفلسطين بقوة، مثلما هتفت مثلا الملاعب التي هي ملاعب الشباب، هتفت لمرسي وهتفت لدعم مرسي في حقه في الدفاع عن الشرعية، ورفضت الانقلاب وأدانت الملاعب أدانت. فأنتم تعتبروا أن هذه لحظة للالتحام بالشعب بالشارع، هذه لحظة نعم. مؤاتية. تمام، خليني أرجع إلى، معلش اسمح لي، خليني أرجع إلى الجزء المتعلق بمقاطعة اللائكيين والألمانيين والأمازيغ. حدثت في مصر في أوقات، وأنا أنقل لك التجربة ولا تخفى على خبير مثلك، إنه والله السادات قال لك الإسلاميين ومش عارف إيه، ففسر العلمانيون والشيعيون أن ذلك يعني ارتماء من الدولة في أحضان الإسلاميين. الآن مقاطعة العلمانيين والطائف والأمازيغ وهم أبناء وطن، هكذا ترونهم على ما أعتقد، هل تراها في الصورة الكبرى التي تقول أن الجيش وحركة والنخبة الحاكمة تأتي بالإسلاميين فينفر العلمانيين والليبراليين، خلصوا من الإسلاميين يجيبوا الليبراليين والعلمانيين، هل هذه اللعبة، هل هذا متوقع كما حدث في البلاد العربية؟ يعني الآن مثلا لما تروح في الجزائر يختلف في الوضع. في الجزائر الذي يدعم هذا التيار العلماني هو فرنسا، وفرنسا بأحقاد إعمارية قديمة حاقدة حتى على الجيش. طبعا في مجلة الجيش التي هي تقريبا لسان حال القوات المسلحة في الجزائر، لما يفتخرون بتطور صواريخ المقاومة خلال العدد الأخير، هذا يثير عليهم أحقاد في البحر الأبيض المتوسط، أحقاد من طرف الأشقاء المغاربة لأنهم ارتموا في التطبيع، والجيش الجزائري يدعم كل عملية رافضة للتطبيع مع الصهاينة، أحقاد من فرنسا، أحقاد من الجهات الرسمية المصرية التي ترى أي إدانة للتطبيع إدانة لكامب ديفيد وإدانة لها. وبالتالي كون الجيش يتحمل مثل هذه الإكراهات، نعتقد أن هذا جزء من المصداقية في الموقف السياسي. التيار العلماني اليوم لا يمثل الأمازيغ، وإنما يختطف جزء من هذه الولايات ويصنع أحيانا العنف في فرض مقارباته. مثلا في هذه المرة هناك من اختطفوا الصناديق و كسروا صناديق الانتخاب وأرادوا بالعنف أن يمنعوا بعض الناس الذين أرادوا الانتخاب في ولاية بجاية أو ولاية تيزي وزو رغم وجود انتخاب نسبي. طبعا هذه محاولات تدفعها دوائر وأجندات إقليمية من أجل تدخل الجيش لضرب الشعب وإحداث شبه حرب أهلية داخل الوطن. طبعا قوات الأمن لم تستجب لهذا، ونحن عندنا تجربة سابقة في 2002 أن الولايتين نفسهما قطعت الانتخابات، وكانت هناك انتخابات ومؤسسات تشريعية، وبعد مدة عادت هذه الأحزاب إلى الانتخابات وشاركت في المواسم التي بعدها. نحن اليوم نحزن على أن يتأخر جزء من وطننا على الإجماع الوطني أو على الديمقراطية أو على الانتخابات، ولذلك رفعنا في حركة البناء الوطني دعوة إلى إقامة حكومة مشتركة خلال هذه الأيام القادمة بين كل الأحزاب بعيدا عن الاصطفاف الرقمي، ونبحث عن اصطفاف سياسي، وطالبنا من رئيس الجمهورية أن يدعو حتى الأحزاب المقاطعة للمشاركة في هذه الحكومة حتى نرمم التصدعات داخل الجبهة الداخلية. تمام،
عندي سؤالين، سؤال متعلق بالانتخابات المحليات. انتخابات المحليات حضرتك قلت 1541 بلدية هيمثلهم عدة آلاف من الجزائريين. المشكلة التي حدثت في 91-92 لعلك شاهد عليها بالتأكيد، كانت أنه انتخابات في ذلك الوقت كانت مؤشراتها كبيرة للأحزاب الإسلامية، تحديدا للجبهة الإسلامية للإنقاذ اللي حصلت على حوالي 47%، جبهة التحرير حصلت على نصف الرقم ده تقريبا، القوى الشرقية حصلت على 7.4%، مجتمع السلم كانت حصلت على أظن دي كانت في المقاعد في انتخابات 91 حصلت على 7.4%. السؤال هنا هو هل الانتخابات المحلية باتت أكثر حسما لتقرير مصير الحكم في الجزائر، أم أن الانتخابات النيابية؟ يعني كيف ترى المقارنة ما بين الاثنين؟ لأنه حضرتك قلت أن النخبة أو العصابة الحاكمة قبل ذلك سيطرت، وهذا عهدنا بها في كل الدول، عينهم على المحليات لأن الفساد كله فيها. فهل نفس الحالة موجودة في الجزائر بشكل طبعاً. ما تفضل. طبعا هنالك تأثير مباشر للإدارة المحلية، لأن الانتخابات البلدية تمكن المجلس البلدي من التحكم في توزيع السكنات، في توزيع الإعانات، في توزيع التضامن، في بعض المناصب، في المناصب المؤقتة، في الكهرباء الريفية، السكنات الريفية، غير ذلك من الخدمات الاجتماعية المباشرة. المجلس البلدي هو الذي يتحكم في المدارس. إذن لماذا تعطلت أو لماذا تأخرت؟ هذا نحن نعتبره خطأ من أخطاء السلطة، وأحيانا نختلف معها بأنها سمحت لبقايا العصابة بالتأثير على الانتخابات البرلمانية، ولذلك دعونا إلى تعجيل هذه الانتخابات. وقد تكون هنالك انتخابات في شهر أكتوبر، يعني شهر 10، حول انتخابات بلدية. أنا أعتقد بأنه بمجرد أن تكون هناك انتخابات بلدية تزول نسبة كبيرة من تأثير الفساد على العملية السياسية، لأن الإدارة المحلية تصبح تعددية، والتعددية واحدة من عوامل الرقابة على القرار والفعل السياسي المحلي. أم ترى أن السلطة، أم أنا عندي تفسير آخر، تخشى من إجراء الانتخابات المحلية لأنها قد تقع حتما في أيدي الإسلاميين يمينهم ووسطهم والغاضبين من الانتخابات الحالية، يعني يكون هناك تصويت عقابي وبالتالي تخسر السلطة التواجد؟ دعك من الفساد، لأنه معلش يعني هو قد يقرر، وقد قرر مبارك في مصر وغيره، أن الفساد أرحم من المعارضة. هذه مقاربة معمول بها، قل لي. نعم، لكن في الجزائر اختلف الأمر بشكل واضح يعني عن هذا. يعني نحن طبعا لا نبرئ السلطة، لعبة الحكم بين حزب وحزب هي لعبة شد حبل، لعبة السلطة بين رئيس يحكم ويريد أن يكون برنامجه هو النافذ، طبعا لا يريد أيضا أن تتغلب عليه أطراف تعارضه. ولكن الذي أريد أن أوضحه لك أخي هو أن الأزمة في الجزائر أكبر من الإيديولوجيا. الأزمة تتعلق بالتنمية، تتعلق بالاقتصاد. يعني لم يعد عندنا مشكل الهوية أو الإيديولوجيا، أصبح عندنا مشكل الخبز، أصبح عندنا مشكل تسيير الثروة، مشكل التخلص من التبعية لفرنسا. وهذا عادة يا سيدي ما يتم تجييره واستخدامه، أنه بدان عندنا أزمة دعونا من السياسة ودعونا من الانتخابات لنبدأ لا. حرب التنمية لا. وبالتالي تعطل مشاريع الانتقال الديمقراطي تحت حجة التنمية مرة، وتحت حجة مكافحة الإرهاب مرة. لا، أخشى ذلك. التشريعية أفرزت حضور قوي للتيار الإسلامي، يعني لما نتكلم عن التيار الإسلامي الآن يتجاوز ربع البرلمان،
ولا يمكن أن تكون هنالك التحالفات بدون التيار الإسلامي. للأسف تمام تفضل. الإشكالية القائمة الآن أنه أي حزب لوحده لن يستطيع أن يحل المشكلة الاقتصادية، ولذلك مطلوب أن تتنازل الناس لبعضها البعض. جزء من التنازل هو أن نتوافق على برنامج مرحلي. تمام. هذا البرنامج المرحلي لإنقاذ البلاد من الأزمة الكبيرة اللي موجودة فيها. أننا نتوافق على التنازل لبعضنا البعض حول المناصب التنفيذية، خاصة ما يتعلق بالحكومة. وطبعا هذا التنازل ليس سهلا على الطبقة السياسية. ولدي يعني سؤال أخير في هذا المضمار، وهو ليس من باب الإحراج أبدا أبدا أبدا، ولكن من باب الاستفسار. لدينا حركة مجتمع السلم حصلت على 64 مقعدا، وكانت في السابق في 17 حصلت على 34، وحركة البناء الوطني حركتكم زادت غلتها تقريبا بثلاثة أضعاف إلا قليل، ضعفين وشوية. كنتم 15 مقعد في 2017، واليوم لديكم 40 مقعدا. هل هناك فوارق أيديولوجية، سؤالي، بين حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني، أما أن الخلاف هو خلاف سياسي في الفكر التنفيذي في الإدارة؟ ما هو الخلاف الذي يجعل حركتان تنتميان نفس الفكرة تنشئان حزبان؟ أنا عارف أن الكلام ده قد يكون نكء للجراح، ولكن أنا أتحدث معك كسياسي وليس كحركي. نعم، لا، نحن لا يحرجنا هذا. أنا دائما أقول بأنه على الإسلاميين أن يؤمنوا بالتعددية داخل التيار الإسلامي. وبالتالي أشقاؤنا في حركة حمص نفرح لهم عندما يفوزون، ونتمنى أن يفرحوا بفوزنا. نحن تضاعف عددنا 7 مرات، نحن كنا 6 نواب، أصبح عندنا أكثر من 40 نائب، يعني مع الطعون سنتجاوز 40 نائب. وهذا بالنسبة لحزب لا يملك مجالس بلدية، صحيح، هذا انتصار كبير. أما إخواننا في حمص تضاعفوا أعتقد بالضعف، وهم يملكون العديد من المجالس البلدية، مثلهم مثل حزب جبهة التحرير وحزب التجمع الوطني الديمقراطي. هي أحزاب تملك مجالس بلدية، نحن لا نملك هذه المجالس البلدية، وبالتالي نعتبر تقدمنا هو تقدم باحتضان شعبي يعطينا جرعة من التأثير في مسار الإصلاح الوطني. نحن نسعى إلى صناعة ثقافة الدولة، إلى تربية المجتمع، نحن نسعى إلى التوافقات بين مكونات الوطن، نحن نسعى إلى التنازل من أجل القضايا الكبرى. وبالتالي أنتم ترون في الأحزاب المتنافسة وعلى رأسها الأحزاب الإسلامية إخوة ومشاريع للتحالف في إنجاز مشروع للتنمية داخل الجزائر. نحن دعونا للتحالف ومستعدون للتحالف مع هذه التيارات، لأن نحن في الحقيقة نحن لا نفسق الناس ولا نكفر الناس. نحن حتى الأحزاب الوطنية نلتقي معهم في المساجد، نلتقي معهم في الجمع، نلتقي معهم بالقيم الإسلامية العادية. وبالتالي قاعدتنا أن لا نحكم على الناس، نحن لسنا قضاة. نحن وأنتم وكل عمل سياسي هو عمل سياسي يتبارى فيه الناس من أجل خدمة الناس، بغض النظر عن الحكم على عقائدهم ومعتقداتهم. نعم. هذا ما فهمته من العمل الإسلامي عموما، ويجب أن يطبق. نعم. على الأرض. أنا سعيد جدا بالحوار معك، كنت سعيدا وما زلت، وأتمنى أن يكون لنا حوار آخر مع قيادات حركة مجتمع السلم. أتمنى السلم والسلامة لإخوتنا في الجزائر، واستمرار صمودهم والعبور إلى مستوى أرفع من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية في بلد عظيم مساحته قد 3-4 دول عربية، من مصر وليبيا والسودان مثلا، ولديه احتياطي نفطي هائل، ولديه احتياطي من الغاز هائل، ولديه رصيد من مقاومة الاحتلال الفرنسي هائل، ولديه شعور كبير بالوطنية والانتماء للقومية العربية ومسندة قضية فلسطين. كل المقومات تقول ان الجزائر يجب ان تعود، وان شاء الله تعود. شكرا لك سيدي على هذه المقابلة، ونلتقي بك على خير ان شاء الله.